إذا نلتقي بكم إلى الوحدة أخرى at school منافير المدرسة. لاحظوا جيدا هذه المفردات باللغة الإنجليزية at school. مثلا لدينا في هذا الشكل window. أعيدوا معي window معنى النافذة. listen and complete معنى استمع ثم املء الفراغات. window board السبورة board hook hook. لاحظوا جيدا إذن هذا الشيء نستعمله لوضع الملابس. hook wall الحائط wall الحائط wall door الباب door book shelf الرف book shelf الرف basket سلة المهملات basket desk الطاولة desk كابينيه الخزانة كابينيه chair الكرسي chair. إذن يجب عليكم ملء هذه الفراغات بالكلمات التالية بسرعة: window board hook wall door book shelf basket desk and chair. إذا قدمت لكم تصحيح صفحة 7 من الكتاب Activity Super Magic الخاص بالمستوى الثاني ابتدائي. أقدم لكم النشاط الموالي دائما في إطار At School. أيها التلاميذ الأعزاء At School معناه في المدرسة. Read, match and color. إذن يجب عليكم القراءة ثم الربط وكذلك التلوين. The cabinet is green. إذن هذه الخزانة سوف تقوم بتلوين باللون الأخضر. The wall is yellow. إذن هذا الحائط سوف تقوم بتلوين باللون الأصفر. The window is blue. إذن هذه النافذة سوف تقوم بتلوين باللون الأزرق. The chair is orange. معنى هذا الكرسي سوف تقوم بتلوينه باللون البرتقالي. The chair. إنه كرسي. The chair. لاحظوا جيدا النطق. The bookshelf. The bookshelf معنى الرف سوف تقومون بتلوينه باللون الأبيض. The desk is red. معنى الطاولة سوف تقوم بتلوينه باللون الأحمر. The hook is brown. هذا ملقط سوف تقومون بتلوينه باللون البني. The basket is gray. إذن هذه القمامة سوف تقوم بتلوينه باللون هذه السلة سلة المهملات سوف تقوم بتلوينها باللون الرمادي. The door is pink. إذن هذا الباب سوف تقوم بتلوينه باللون الوردي. أعيد معي. The cabinet is green. هذا. The cabinet is green. The wall is yellow. The wall is yellow. The window is blue. The window is blue. The chair is
orange. The chair is orange. The bookshelf is white. The bookshelf is white. The desk is red. The desk is red. The hook is brown. The basket is gray. The door is pink. إذا لاحظوا جيدا كيف النطق وكذلك فهم الألوان بشكل جيد. What missing draw and color writes. إذا لاحظوا معي Where is it? أين يوجد؟ Where is it? أين يوجد؟ إذن هذا خاص بالجرامر بتوفيق الجميع. لاحظوا معي هذه الكلمات in معنى بداخل بداخلي in معنى بداخل بداخل السلة مثلا out of خارج خارج out of on فوق and تحت on فوق and تحت in front of معنى أمام behind معنى وراء. أعيد كلمات مرة أخرى تابعوا معي الترجمة in معنى بداخل out of معنى خارج on معنى فوق. in معنى بداخل out of معنى خارج on فوق under تحت in front of أمام behind وراء. أعيد معي مرة ثالثة in out of on under in front of behind. دابا خاصنا نحاولو نجاوبو على الأسئلة true or false. check تابعو معي بالنسبة لفرانكي الضفدع is in the basket true يعني موجود داخل السلة. فرانكي is in front of the door. نعم جيد إنه أمام الباب. فرانكي is under the board. لا خطأ هذا اسمه ديسك. فرانكي is under the chair. false خطأ. فرانكي is out of the cabinet. false. لاحظوا معي out of basket وليست cabinet. فرانكي is in front of the window. false. جواب خطأ. فرانكي is on the desk. هذا جواب صح is on the desk. فرانكي is behind the door. صحيح is behind the door معنى وراء الباب. أعيدوا معي مرة أخرى فرانكي is in basket معنى بداخل. فرانكي بداخل السلة. فرانكي is in the basket. فرانكي is in front of the door معنى أمام. فرانكي is under the board. هذا خطأ. فرانكي is under the chair كذلك خاطئة هذه العبارة. فرانكي is out of the cabinet.
سيارة خاطئة. Frankie is in front of the window. كذلك خاطئة. Frankie is on the desk. هذا جواب صحيح. فعلا Frankie is on the desk من فوق الطاولة. Frankie is behind the door. جواب صحيح كذلك إنه وراء الباب. إذا قدمت لكم صحيح صفحة سود من سوبر ماجيك اكتيفيتي الخاص بالمستوى الثاني ابتدائي. Where is it? Read, find and color. يجب عليكم قراءة ثم إيجاد الكلمة ثم تلوين الرسم. Frankie is in a red cabinet. إذا موجود داخل الخزانة. إذا سوف تقوم بتلوين هذا الشكل أو هذا الرسم. Frankie is on a yellow chair. إذا موجود فوق الكرسي. إذا يجب تلوين هذا الرسم أيها التلاميذ الأعزاء. On معنى فوق. In معنى داخل. Frankie is under an orange basket. إذا هو موجود أسفل السلة المهملات. إذا يجب عليكم تلوين هذا باللون البني. ولا تنسوا أنكم سوف تقوموا بتلوين هذا الكرسي باللون الأصفر والخزانة باللون الأحمر. Frankie is out of a purple window. purple window يجب عليكم تلوين هذه النافذة باللون البنفسجي إنه خارج النافذة. Frankie is out of a purple window. Frankie is under an orange basket. Frankie is on a yellow chair. Frankie is in a red cabinet. إذن يجب عليكم تلوين هذا الرسم باللون الأحمر وهذا الرسم باللون الأصفر وهذا الرسم باللون البرتقالي وهذا الرسم باللون البنفسجي. ولا تنسوا أن كلمة in تعني داخل و on تعني فوق و under تعني أسفل أو تحت و out of معنى تعني خارج. Hi, I'm a mosquito. My name is Rosie. Hi, Frankie. Catch me if you can. إذن نكتفي بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء. الحمد لله لقد قمنا بتصحيح 10 صفحات من كتاب المدرسي سوبر اكتيفيتي سوبر ماجيك الخاص بالمستوى الثاني ابتدائي. كذلك باقي المستويات سوف أقوم بتصحيحها لاحقا إن شاء الله. إذن إلى اللقاء. Goodbye. إلى اللقاء أيها الأطفال الأعزاء المستوى الثاني ابتدائي وكذلك باقي المستويات لكي يستفيدوا كثيرا. إلى اللقاء. Goodbye. Goodbye. Goodbye.